السلام عليكم. في سوريا اليوم الكلام للميدان، رقعة الاشتباكات تكاد تشمل كل الجبهات، والحرب سجال، يوم بين الجيش ويوم للمعارضة. آخر التطورات الميدانية تحدثت عن سيطرة مقاتلي الأكراد على بلدة كانت تحت سيطرة جبهة النصرة في محافظة الرقة، كما شهدت أيضا كمينا محكما للجيش السوري في ريف دمشق قتل فيه 70 مسلحا. أما المعارضة وتحديدا جبهة النصرة والكتائب الموالية لها فسجلت في اليومين الأخيرين نقاطا في الميدان عبر سيطرتها على مطار منغ في ريف حلب، وعبر دخولها إلى عدد من القرى الموالية للحكومة في ريف اللاذقية بعد النكسات التي تعرضت لها في حمص وريفها. نبدأ إذن من محافظة الرقة، حيث أفاد مراسل الميادين في سوريا أن المسلحين الكرد سيطروا على قرية سوسك غرب مدينة تل أبيض بعد اشتباكات مع جبهة النصرة. أكد المراسل مقتل نحو 10 مسلحين من النصرة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال المعارك التي تقودها وحدات الحماية الشعبية الكردية. نقل عن مصدر كردي إشارته إلى استمرار الاشتباكات مع جبهة النصرة في العديد من المناطق الكردية، ومنها قرية شيخ خلر غرب عين العرب وقرية كاشتو الواقعة بين مدينة رأس العين وتل حلف. وينضم إلينا من حلب، ريف حلب، مراسل الميادين هناك خالد سكيف. خالد، إذا ما أردنا أن نتحدث عن أهمية الموقع الذي تم السيطرة عليه بالنسبة للمقاتلين الكرد، مضاف إليه المواقع التي تم السيطرة عليها سابقا، ما أهميتها؟ المناطق الكردية أو القرى الكردية التي تشهد فيها معارك بين الوحدات الحماية الشعبية الكردية مع جبهة النصرة، هي كونها واقعة على الحدود السورية التركية، أيضا بالإضافة إلى ارتباطها مع بعض القرى الكردية. طبعا وحدات حماية الشعبية الكردية تسيطر على قرية سوسك غرب تل أبيض في محافظة الرقة بعد معارك مع جبهة النصرة التي تتمتع بقدرة قتالية متمرسة تزامنا مع استمرار الاشتباكات في العديد من القرى الكردية شمال سوريا، حيث أعلن مصدر تابع لوحدات حماية الشعبية الواي بي جي أن وحدات الحماية الشعبية سيطرت على قرية سوس غرب مدينة تل أبيض في محافظة الرقة ليلة أمس بعد اشتباكات استمرت ليومين مع جبهة النصرة أدت إلى مقتل 10 مسلحين تابعين للجبهة ومصادرة الذخائر والأسلحة بينها نوع هاون 120 ملم و 82 ملم. وقد صرح المصدر أيضا بأن حربهم لم تعد محصورة على نطاق الجماعات المسلحة التكفيرية التابعة لجبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية فقط، بل أن معظم كتائب الجيش الحر تقوم بمساندة هذه المجموعات في حربها ضد الكرد، وهي بذلك تكون قد دخلت على خط الحرب بشكل مباشر ضد الشعب الكردي في غرب كردستان على حد وصفه. كما أضاف المصدر باستمرار الاشتباكات مع جبهة النصرة في العديد من القرى الكردية السورية، منها قرية شيخ خلر غرب عين العرب وقرية كشتو الواقعة بين مدينة رأس العين وتل حلف، وأكد بسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين. كما أضاف المصدر بأن إحصائية القتلى والجرحى في صفوف الوحدات الحماية الكردية منذ 13 من تموز، أي من تاريخ بدء المعارك إلى الشهر الحالي، بلغ 38 قتيلا وعشرات الجرحى. خالد سكيف، مراسل الميادين، أشكرك جزيل الشكر.